الاختيار او عدم الاختيار او التجارب اللي احنا شفناها قبل يناير وبعد يناير الى يومنا هذا لابد من الغاء وزاره التموين لان ملهاش دور. نعم لابد من الغاء وزاره التموين. ازاي؟ لان وزاره التموين دي انشات في عهد ايام ما كانت الدنيا ما فيش بقى الا الحكومه هي اللي بتدير كل حاجه او رجال الثوره كانوا بيديروا في كل حاجه. لما كانوا بيوقفوا بيوزعوا الفرخه في طوابير والرز في طوابير والكلام ده كله اثناء ازمه 67 وما تلاها من ازمات اقتصاديه الى حرب 73. لما حضرتك تتبعي تاريخ وزاره التموين كلها مليئه بالفساد. بس ده الحق يبقى الحل ان انا الغي تماما وزاره التموين؟ نلغي وزاره التموين وتتحول وزاره التموين زي ما قلنا هي جايه عشان الدعم. الدعم دوت لابد من استبداله من دعم عيني اللي هو كله فساد من بدايته. ممكن انا عملت مداخله معاك قبل